مساء الفل عليكم. النهاردة جاية أكلمكم عن موضوع مهم وخطير جدا. أول حاجة عايزة أكلمكم فيها إنه الترامادول انحصر جدا الفترة الأخيرة، وده أدى لظهور بديل قوي جدا مكانه. طيب السؤال هو ليه الترامادول اصلا قل؟ ليه الترامادول ما بقاش موجود؟ الحقيقه لعب على الموضوع ده اكتر من سبب. اول حاجه ان الدوله كانت بتحاربه جدا، تاني حاجه كان في حملات توعيه مكثفه ضد ادمان الترامادول، تالت حاجه سعره، يعني سعر الشريط الواحد في الترامادول وصل ل 400 جنيه. عشان كده بقى الناس بدات تفكر وتدور على بدائل ليه في الصيدليات، وبالفعل لقيوا دواء بديل ليه موجود في كل الصيدليات ومنتشر جدا، ما فيهوش اي مشكله، سعره يعتبر رخيص، بيتباع بالقرص، حتى لو عملت تحليل مخدرات مش بيبان في نتيجه التحليل. وزي ما الترامادول مسكن ومخدر الاعصاب، كمان الدواء ده مسكن ومخدر للاعصاب. طيب الدواء ده هو ايه؟ الدواء ده بيبقى موجود في ماده اسمها بريجابالين. طيب البريك جابالين دي موجودة في أسماء تجارية، يعني موجودة في أي صيدلية، زي مثلا أندو جابالين تركيزه 75 ميلي جرام، مثلا موجودة في الليريكا بتركيزاتها 50 و75 و150، موجودة مثلا في الجابلوفاج برضو 50 و75 و150، موجود برضو البانيكا 75 و150 و300، موجود كيميركا 75 و150 و50 و200 و300 ميلي جرام، وفي شوية حاجات أنا جبتها لكم برضو موجودة المادة الفعالة بريجابالين برضو وبيتضربوا دلوقتي، زي مثلا البالينوزار تركيزه 150 ميلي جرام، عندنا مثلا الليربالين تركيزه 150 ميلي جرام، زي السناب جاب برضو تركيزه 150 ميلي جرام، وتركيزات تانية طبعا، يعني ده اللي أنا قدرت أجيبه لكم. عندكم البرينال فانكس 150 ميلي جرام، البريجدين أبكس 300 ميلي جرام، وفي تركيزات تانية، وفي الاريني باسك ده التركيز اللي انا جايباه 150 ميلي جرام. يعني كل دول يعتبروا حاليا بدايل للترامادول في السوق. لكن نيجي بقى لاشهر واحد واكتر واحد بيطلب ومعدلات بيعه ارتفعت بشكل فظيع جدا، هو الليرولين تركيز 150 وفي تركيز تاني 75. اكتر حاجة بديلة حاليا للترامادول هو الليرولين بتركيزاته. طيب هل الليرولين اضراره زي اضرار الترامادول؟ الاجابة لا خالص، الليرولين اضراره اقل بكتير من اضرار الترامادول، ده يعتبر يعني جنبه اصلا ملاك بجناحات يعني. طيب هل ده معناه ان احنا بننصح باستخدام الليرولين بدل الترامادول؟ لا خالص، عمرنا ما ننصح بحاجة زي كده، لان الليرولين مع استخدامه اساسا بيعمل لك ادمان، بيسبب ادمان، يعني انت مش بتاخده خلاص، لا هتلاقي نفسك برضو بتدمنه زي ما انت بتدمن الترامادول واي حاجة تانية. مش بس كده، هو لو استخدمته لغير مثلا مرض السكر او الاعصاب او الصرع ممكن يعمل حاجات كتير لا قدر الله، كلها يعني حاجات وحشة. مثلا ممكن تلاقي احساس بالدوخة على طول، وانك حتى مش قادر تقف، مفيش قدرة على الاتزان، ممكن يبقى مثلا في زغللة في العين ونعاس دايم، ممكن مثلا في ناس بيجي معاهم فقدان شهية وهم مش قادرين ياكلوا وزنهم بيقل، في ناس تانية بيجي معاها بالعكس بيبقى في زيادة في الوزن بتاعهم. المدخن، لو انت اصلا مدخن هتلاقي عندك شره في التدخين، انت بتدخن طول الوقت يعني ومش قادر تبطل، هتلاقي مثلا في ضيق في حدقة العين، هتلاقي اوقات جدا ان عندك ارق ومش عارف حتى تنام، يعني مفيش نوم منضبط من بعد ما انت خدته، في مثلا تشنجات عضلية، هتلاقي ان حتى اطرافك انت مش عارف تفكها، يعني مش عارف تحركها حتى. يعني نيجي الاخطر سبب من اسباب ادمان الليرولين، وهو الاكتئاب. ومش بس كده، ده هو كمان يعني بيعمل لك رغبة ملحة في الانتحار، يعني انت بتبقى عايز خلاص وصلت اخر، تخيل انت كنت واخد اصلا الشريط وفاكر انك هتعمل دماغ، بتلاقي نفسك انك مكتئب جدا ومش طايق حد يكلمك وانك عايز تنتحر لا قدر الله. يعني فالخلاصة الحقيقة من الفيديو ده ان انا عايزة احذركم وانبهكم واقول لكم ان عمره ما الليرولين كان بديل للترامادول، وعمرك ما تفكر انك بدل ما تبطل ترامادول تاخد الليرولين، لا انا عايزة اقول لك بطل ترامادول وبطل الليرولين.
ان شاء الله انا هكلمكم في الفيديو الجاي على انك ازاي تعرف تبطل الترامادول وايه الخطوات اللي تعملها علشان تقدر تتعافى من ادمان الترامادول وادمان الرولين. واتمنى انكم تكونوا استفدتوا وعرفتوا معلومات ما كنتوش عارفينها عن المساوئ بتاعه الرولين ومشتقاته. ارجوكم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشيروا الفيديو مع اصحابكم عشان نوصل لاكثر عدد من الناس ونوعيهم بخطوره استخدام الرولين.